السلام عليكم، كي دايرين؟ احوالكم طيبه، عواشركم مبروكه، وهنا جيتكم مع فيديو جديد اسيدي فيه الافتتاح ديال المحل الثاني ديال الاخوان ابو زعيطه اللي هو رويال دونتس، واللي هو زوين صراحه. هذا رويال برجر اللي كنت صورت معكم داك المره الافتتاح ديالو، كانوا صراحه كانوا بقاو معطلين بزاف وما صلحناش اننا نبقاو حتى نشوفوه تحل. هنا كنصوركم غير هنا من برا لان ما كانش عندنا الوقت، انا كنت دايزه غير في الطريق وقلت ندوز مني سمعت بان الافتتاح عنده، قلت ندوز علاش لا. الافتتاح كان عنده الجمعه البارح، لا يا ربي السبت البارح، اليوم الحد. انا كنمونط الفيديو بالحد باش نحطو لكم اليوم ان شاء الله باذن الله. هنا كما كتشوفوا رويال دونتس دار هذا التيم هذا في البلو وفي الغوز هكا، يعني من باب التغيير جا زوين داك الشيء. يعني الناس كانوا حتى هنا كان تبارك الله الناس بزاف وداك الشيء، وكان رويال برجر حتى هو يعني خدام. شوفوا تبارك الله فيه لا ديكوراسيون واو، صراحه عجبتني انا من واخا غير من برا، انا ما دخلتش صراحه ما جلست فيه، قلت حتى شي مره يكون عندي الكانه ونكون هكا في كليته اللي كتكون الانسان كيبغي يجي موجد انه يجلس وكيجلس هكا ويستمتع بالوقت ديالو، علاش لا كيدير له بروغرام سبيسيال انه يجي لعندو ويجلس. هنا كما كتشوفوا هذا هو المحل، لانهم جاو حتى بعضياتهم في مارينس لا، اللي ما عرفش فين كاينين في مارينس لا يتلاقى بالفيديو مثلا. الاخوان ابو زعيطات اللي معروفين وغنيين عن التعريف داروا محلات هكا وجابوا هاد انسبيرو من هاد الفكره، قال لك من برا لان هما عايشين برا المغرب وداروا هاد الشيء هنايا، وقال لك ديجا عندهم مشروع ديالهم في طنجه على ما اظن بحال هكا، وقالوا علاش لا مارينا ما نديروش فيها حتى هي بحال هكا. وصراحه الله هاد المحلات ضاف واحد الطابع اللي نشا نقول لكم غزال في مارينا ولات فيها الحياه، لان بصح مارينا سلا شنو فيها غير دي كافي حدا بعضياتهم، حتى الا بغيتي مثلا تاخذ شي حاجه من غير هكا يعني ماكله ولا كذا ما كاينش مزيان. ملي كاين انا بعدا انا عند جلبتي ما كيبانليش بداك لو كوطي داك فيهم لي كافي، دابا مع الوقت بداو كيزيدوا حتى الماكله ويزيدوا كذا وهذا وكيعمروا داك البلاصه، وهما داروا هذا المشروع جزاهم الله بالخير، منهم خدمين عائلات منها الناس عاوتاني كيلقاو فين يديفوا له. المهم بغيت نشارك معكم هكا هذا الفيديو فيه مقتطفات من داك الافتتاح، وكذلك غتلقاو في الفيديو واحد الجوله قصيره هكا بواحد المحل في الرباط ديال الماعن، فيه الماعن البنات في اكدال، كاين داك المحل في اكدال صراحه الله جاف في الشارع، يعني باين انا ما درت لكمش النعت فيه ولكن جا باين صراحه في الشارع في اكدال. المهم الا كنتو مهتمين قولوها لي ولي نمشي ندير عنده جوله وتشوفوا الماعن عنده داك الشيء اللي بغيتو عنده، انا راه صورت جزء بسيط من داك الشيء اللي عنده. وحاجه اخرى في اخر الفيديو كاينه واحد المفاجاه اللي ما نخليها لكم لف مينياتور لف عنوان، تشوفوا معايا المفاجاه اللي كاينه في اخر الفيديو، الناس اللي توحشوا داك الاجواء غادي يعيشوهم معانا وقولوا لي يا سليمه ما كتهلاش فيكم. يلا الاخوان والاخوات عافاكم اللي باقي معايا لحد الان يدير واحد اللايك، الناس اللي جدادين يتلاقاو مع الفيديو يشتركوا في القناه ويديروا ويفعلوا زر الجرس باش يتوصلوا بالفيديوهات ديالي، ومرحبا بكم والف مرحبا في القناه وعواشركم مبروكه. يلا نخليكم مع الفيديو.